السعي للنهوض العلمي ومكافأة المتفوقين، ومفخرة لخريجي كليتنا في تسلقهم لمجالات العلم باختصاصاتهم العلمية وحصولهم على الدرجات العلمية العالية. نحتفي بهم اليوم ونفتخر بهم. فأنا اليوم سعيد جدا، سعيد لأن نحن نحتفل بكم في يوم أول يوم رمضان، نحتفي كذلك ببناتنا وإخواننا وأساتذتنا في أنهم الحمد لله حصلوا على الشهادة. ولكن الدروع هي رمز للشكر، وليس هي لها رمز، بأن نحن ممتنون، نحن سعداء، نحن فخورون، نحن ندعو لكم بالتوفيق. أقف اليوم أمامكم بكامل مشاعر الفخر والامتنان، حاملاً درع التميز الذي أهدي إلي من قبل عمية كلية العراق الجامعة. هذا التكريم يمثل لي شرفاً عظيماً ومسؤولية جسيمة، ويشكل حافزاً قوياً للمواصلة العمل بجد وتفان لتحقيق المزيد من الإنجازات. أود أن أشكر السيد عميد الكلية على هذه اللفتة الكريمة وعلى دعمه المتواصل للهيئة التدريسيين المتميزين. أعدكم جميعاً أني سأبقى ملتزماً بمبادئ التميز والتفوق في جميع مراحل حياتي.